عايزين نرجع لمشكله الظاهرين في الاهلي الحقيقه. من الحاجات الغريبه بالنسبه لي هو كريم فؤاد برضه، يعني زي ما كنا عن وحيد كريم فؤاد. يعني كريم اول ما جه الاهلي كان لاعب مبشر كان اداؤه افضل بكتير بكتير، فيعني يعني كريم فؤاد مستواه انخفض الفتره الاخيره، والغريب عدم اللعبه بشكل ما هو بيلعب بشكل ثابت. ما هو بيلعب، ما هو كريم بيلعب، يعني كريم برضه اللعبه اللي بياخدها ما هياش قليله. تاني احنا قلنا المجموعه اللي كانت في ملعب النهارده كلها باستثناء مصطفى شوبير لعبت كلها قبل كده، وهستثني كمان لعبت الملعب اون اند اوف يعني مش يعني بشكل منتظم قوي، لكن مصطفى الوحيد اللي بعيد تماما. كريم فؤاد بياخد دقائق لعب منتظمه مع الاهلي من شهر ديسمبر اللي فات، مرورا بكاس الرابطه اللي لعب فيها كتير، ومرورا باوقات كتير بقى مباريات الدوري لعب في كاس عالم انديه، يعني اخذ مجموعه من الاحتكاك والخبرات. فالحقيقه يعني ما كانش عنده، مش شايف سبب ان كريم فؤاد مستواه ينزل بالشكل ده. للاسف للاسف يعني في ظاهره كده انتشرت مؤخرا ان اللاعبين بداوا يعملوا تدريبات خاصه، دي واحده من الحاجات اللي مؤثره على المستويات قليله جدا. بنشوف بعض اللاعبين حتى بينزلوا ده على السوشيال ميديا. مؤثره بشكل ايجابي ولا سلبي؟ سلبي يعني، في اللاعبين في كذا اسم في الاهلي بيعملوا ده بره النادي وبره الجهاز الفني. طب هل الجهاز الفني على علم بحاجه زي كده؟ غير كافيه وحدات تدريبيه. طيب ما هو دي بس لما انا ببقى لعيب في النادي الاهلي وبنزل على السوشيال ميديا اللي انا بتمرن مع مدرب خارجي، هل ده معناه ان انا المدرب اللي عندي مش كفء بما يكفي ان هو يطورني؟ هي دي المشكله. وهل النادي على علم بده؟ وظيفتنا هنا احنا قاعدين. لا سوري، هل النادي عنده علم؟ لا ما اعرفش، مش هفتي في القصه دي، بس احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احنا بنفسر الشكل اللي الناس بتشوفه، يعني الناس شايفه اداء سيء سلبي تمام؟ ايه تفسيره بقى؟ تفسيره ان اللعيبه دي كلها ما بتتمرنش التمرين الكافي، ما ياخدوش الوحدات التدريبيه الكافيه، ولما بيحاولوا ياخدوا وحدات تدريبيه كافيه بيبداوا ياخدوها بشكل خاص او بشكل برايفت بره مع مدربين بدون تنسيق مع مدرب الاحمال اللي بيكون في النادي بالظبط. بعضهم بياخد تدريبات ميدانيه يعني في ملعب، في ملعبه بكوره، وده حمل زائد على اللاعب، فقد يكون بيخليه يستنفد ويجي في المباراه مش قادر انه يؤدي الاداء البدني المفروض عليه، او قد يكون تدريبات نظريه مش تدريبات ميدانيه، تدريبات عمليه قد تكون تدريبات نظريه. تدريبات نظريه ليها جانب سيء برضه، مشكله سلبيه انها بكل تاكيد لو ما تعرضتش دلوقتي هتتعرض مستقبلا مع التعليمات اللي المدير الفني او المدرب بيقولها في النادي، لانها بتشتمل على ايه؟ على تحرك، على مهاره معينه، على على يعني على شويه على شويه مواقف. مهمه المدرب المتخصص ان هو بيطور لعيب في نواحي او اسبكت معينه. خلي بالك بس عشان تبقى الامور واضحه، انا هنا مش بقول ان اللوم كله عند اللاعب ولا اللوم كله عند الجهاز الفني خالص، المسؤوليه مشتركه. زي ما اللاعب لما بتشوف لاعب مستواه جيد او مستواه بيزيد او متالق، ولا اللاعب لوحده هو السبب ولا الجهاز الفني لوحده هو السبب، الاثنين مع بعض. ولما برضه يبقى في مستوى منخفض وفي لجوء لحلول غريبه او غير معتاده، فهي بالتاكيد مسؤوليه مشتركه من الاثنين، لازم الاثنين يحلوها. يعني الجهاز اللاعبين دول انفستمنت، اللاعبين دول استثمار، الانديه بتدفع فلوس كتير في اللاعبين، والجهاز الفني دوره انه يدور المجموعه دي او يدور الانفستمنت او الاستثمار ده جماعيا وفرديا، ويحافظ على يحافظ للنادي على الاصول بتاعته، الاسيتس اللي هم اللاعبين. فكيف تدار بقى المنظومه دي لما يبقى في تقصير من احد التقصير من اللاعب؟ يجب ان الجهاز الفني هو اللي يلمه مباشره. لما يكون التقصير من الاداره يجب ان هنا الاعلى من التقصير اسف من الجهاز الفني، يبقى الاداره هي اللي تتدخل وتتعامل مع ده. الحل مش ابدا لما يكون في تقصير من الجهاز، الحل مش ابدا ان اللاعب يروح يتمرن بره ولا تدريب عملي ولا تدريب نظري، ده مش حل، ده بالعكس انت بتزود المشكله، المشكله هنا بتتفاقم. فللاسف دي موضه وظاهره يعني غير ايجابيه منتشره بقالها فتره، ومش في الاهلي بس عشان ابقى واضح، في عديد من عديد من الانديه الحقيقه. لكن لما تكون المشكله في النادي الاهلي عارف يا نجيب، لو نادي وسط يعني. مثلا مع احترام كل الانديه، لو نادي وسط اقول لك ممكن الموضوع يكون مقبول، لكن يعني. انت عندك محلل، عندك محللين اداء، وعندك مخطط احمال، وعندك مدير فني، وعندك مدرب مساعد، وعندك اداره، كل دول مفروض عندك فاسيلتيز كمان كويسه، يعني عندك جيم، عندك غيره. انا عندي سؤال، هل في لاعب في الاهلي عنده انديفيدوال تريننج او تدريب فردي بيتعمل جوه النادي؟ يعني جوه النادي انا ما عنديش اجابه، فانت فانا كنادي لازم اوفر اللي هو التدريب التخصصي، اللي هو بالمناسبه عشان نوضح الناس برضه انواع التدريبات. التدريب هو ثلاث انواع، في الكولكتيف تريننج ده اللي هو التدريب الجماعي 90 دقيقه، والتقسيمه الانديفيدوال تريننج ده تدريب فردي للاعب من اللاعبين اوكي على مهاره معينه، في السبيسيفيك تريننج
حاجه تدريب تخصصي جدا يعني مثلا كرات عرضيه كرة المهاجم مثلا المهاجم امرنه فينش ازاي يعمل على البعيد على الكرات العرضيه يعني ازاي المهاجم تدريب تخصصي جدا ازاي يقطع على الايام القريب مثلا يعمل التحرك صح. يعني يقطع على الايام القريب وقت ما الكره العرضيه بتتلعب ده المهاجمين كلهم مش واحد تخصصي ده لخط الهجوم لكن الانديفيدوال تريننج هو تدريب للاعب واحد بعينه على قصور معين عنده او حاجه انا محتاج اطورها فالتدريبات ثلاث انواع هو ده اللي موجود ده اللي معروف في الكوره اي حاجه بتحصل بره كده دي موضه يعني بيسا. دي حاجه مش مظبوطه تمام فلازم هنا يبقى في حد مسؤول بشكل ما في اي جهه بقى ايا كانت هي احنا بقى لنا فتره بنتكلم عن ازمات ومشاكل الاسباب اللي وصلتنا للوضع اللي احنا فيه حاليا ككره مصريه سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه دي واحده من النقاط اللي محتاجه ان احنا نلقي عليها الضوء الحقيقي